السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الكرام، متابعين مايكرو كود على اليوتيوب، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد وحلقة جديدة في القناة. المرة دي احنا هنتكلم عن البرنامج المحاسب الفني، هنستكمل باقي الشرح الخاص بينا ليه. الفترة اللي فاتت احنا شرحنا ازاي نسجل عميل، شرحنا ازاي نسجل قسط على العميل. المرة دي ان شاء الله هنتعلم احنا ازاي هنقدر نسجل ونضيف صنف جديد على السيستم. ان شاء الله هيكون بشكل سلس وبشكل كويس وبشكل مظبوط، مفيش اي مشاكل، مفيش اي صعوبة. طبعا في بس حاجة معلومة احب اوضحها، ان احنا كناس تجار احنا عارفين ان عندنا اي صنف بيتكون من وحدات، وحدات اللي هي وحدة كبرى ووحدة وسطى ووحدة صغرى. فلنفترض احنا بنتكلم عن صنف من انواع المواد الغذائية، فلنفترض ان هو يكون بسكوت، هيكون عندي كرتونة او ده الوحدة الكبرى، والوحدة الوسطى هتكون علبة، والوحدة الصغرى اللي هو الكيس او باكل بسكوت. الكلام ده كله بيتم تنفيذه على السيستم بكل سهولة ومرونة، وطبعا نقدر نحدد كل حاجة من دول فيها كام كيس، الكرتونة فيها كام كيس، العلبة فيها كام كيس. كمان احنا نقدر نحدد ونعرف الأصناف دي بيكون سعر التكلفة بتاعتها كام وسعر البيع بتاعها كام، سواء على مستوى الكرتونة أو على مستوى العلبة أو على مستوى الكيس. هنبدأ دلوقتي بسم الله وهندخل على السيستم بتاعنا. طبعا احنا قدامنا هنا شاشة الدخول للنظام، هيكون في اسم المستخدم، هو هنكتبه، هنقول مايكرو كود أو اللي هو باختصار ام كود، والباسورد بتاعنا، وهنضغط انتر. طبعا احنا ظهر قدامنا دلوقتي شاشة اسمها تنبيهات سداد أقساط العملاء. الشاشة دي احنا اتكلمنا فيها باختصار شوية في حلقة شرح الأقساط، لأن شرح الأقساط بيكون لها أكتر من فيديو إن شاء الله، مش فيديو واحد. لما نتكلم بإذن الله عن فيديو الأقساط هنبقى نشرح عن حلقة تانية خاصة بالشاشة دي بس، وإيه فوائدها وإيه أهميتها معانا. هنقفل الشاشة، هنروح دلوقتي طبعا هنسجل صنف جديد، هنروح للأصناف، هيظهر عندنا حاجتين اتنين، حاجة اسمها إضافة صنف جديد وإدارة الأصناف. احنا هنشتغل في إضافة صنف جديد، هندخل عليها، هتفتح معانا الشاشة بالمنظر ده. في فوق هنا عندنا حاجة اسمها إضافة الأصناف، ده بيعرف لي الشاشة اللي أنا عليها حاليا. طبعا ظهر قدامي اسم الصنف وتاريخ الحركة ورقم الحركة ورقم الصنف. الكلام ده طبعا مش هنقدر نعمل فيه أي حاجة إلا لما نضغط على زرار الإضافة. هيظهر معانا الكلام باللون الأبيض، والخانات دي هنقدر نكتب فيها زي ما احنا عايزين. طبعا احنا كمكان على حسب نوع النشاط الخاص بينا، لو حضرتك نشاط خاص بالموتوسيكلات ومعارض الموتوسيكلات هتهتم جدا برقم السلندر ورقم الشاسيه ورقم الموديل والمارك والطراز والحمولة ولون الصنف والموتور، رقم الموتور والسعة والشكل وعدد الركاب ورقم اللوحة إذا وجد، إذا ده كان ده موجود طبعا في حالة إن هو حاجة مستعملة. طبعا في عندنا حاجة اسمها نوع الصنف، هنا بيكون موتوسيكل أو قطع غيار أو خلافه. في عندنا تاني حاجة هنا اسمها سعر الصنف، في حاجة عندنا اسمها الباركود. الكلام ده كله احنا هنشرحه ونتكلم فيه بالتفصيل دلوقتي حالا. فاحنا هنتكلم في التفاصيل دي كلها دلوقتي. طبعا اول حاجة نوع الصنف او مجموعة الصنف، ايا يكن المسمى مش هنختلف عليه. لو حضرتك متسكل هيكون الجروب بتاعنا متسكل، لو حضرتك مواد غذائية هيكون الجروب بتاعنا او نوع الصنف بتاعنا ده عبارة عن مواد غذائية. هنختار الصنف، هنقول ان هو مواد غذائية. طبعا كود الصنف ده هيكون كوده 37، فلنفترض اسم الصنف هنقول ان هو مثلا زي المثال اللي اتكلمنا عليه في اول الحلقة بسكوت، هنقول بسكوت لمبادة مثلا، او اي صنف اخر مش هيفرق معانا.
طبعا في حالة ان حضرتك هتشتغل مجال المواد الغذائية فقط، الكلام ده كله هيختفي، مش هيكون ظاهر عند حضرتك في البرنامج. لو هتشتغل في معارض الموتوسيكلات طبعا الكلام ده هيبقى موجود، لان احنا هنحتاجه. كل اللي هنعمله هنا حاليا في الشاشة دي، بس احنا هنكتب بس باسكود لمبادة فقط لا غير. وهل احنا نستخرج له باركود ولا لا؟ طبعا اول ما نعلم على ده بيطلع لنا الباركود الخاص بالصنف قدامنا، وده هنقدر بعد كده نعمل له طباعة ونلزقه على الصنف، علشان لما نيجي نبيع بالباركود هيكون عندنا باركود الصنف جاهز. خلاص احنا سجلنا اسم الصنف وعرفنا ان الصنف هيكون كودو رقمه 37، نوع الصنف مواد غذائية، سعر الصنف مش هيدخل من هنا، ده هيدخل من مكان تاني، ده لو في حاجة اقتراح بس مش اكتر، ممكن يتكتب كتذكرة لكن مش هو ده السعر اللي هيتباع بيه. طيب احنا هنيجي هنا وهنقول حفظ للصنف ده، تمت عملية الحفظ بنجاح معانا، الصنف حفظ معانا بالفعل بدون اي مشاكل. بعد كده احنا هنروح نعمل وحدات الصنف اللي اتكلمنا عليها. طب هل لازم اخرج من الشاشة وادخل عشان اكريت واحدة صغرى وواحدة كبرى؟ لا، هي من نفس الشاشة اللي احنا فيها. بعد ما ضغطنا حفظ وتأكدنا خلاص ان الكود ده هو الخاص بكود بسكوت لمبادة، هنروح على حاجة عندنا اسمها وحدات الاصناف. اول ما ندوس علينا بتفتح معانا الشاشة الجميلة الكبيرة العريقة دي. الشاشة دي استخدامها سهل جدا بدون اي مشاكل، احنا زي ما شايفين قدامنا بندوس بس على زرار الاضافة علشان نقدر نتحكم في الاصناف اللي معانا. قدامنا هنا جالنا كود الصنف اللي هو 37 وحاجة اسمها بسكوت لمبادة اسم الصنف. الوحدة هنبدأ نكريتها، هنبدأ الاول نكريت بالوحدة الصغرى، يعني نعلم احنا هنا كده ونختار الوحدة الصغرى بتاعتنا، بيكون ايه من المنيو اللي قدامنا دي او الليسته اللي قدامنا، هنقول كيس بسكوت. طب الكيس بسكوت ده فيه كام كيس بسكوت؟ احنا بنتكلم هنا بوحده صغرى، هنقول فيه كيس واحد. طب سعر تكلفته كام؟ فلنفترض هو هيكون سعر تكلفته جنيه ونص، سعر البيع بيكون 2 جنيه، ويكون دي الوحده الافتراضيه وهو متاح. ايه موضوع الوحده الافتراضيه؟ الوحده الافتراضيه دي ان انا لما اجي اشتري الصنف بيبقى الوحده اللي ثابته معايا اوتوماتيك وانا بشتري هي الكيس، وانا ببيع برضو تبقى الوحده الثابته معايا اللي قدامي بتكون ثابته اللي هي الكيس. طب هل مش هقدر اغيرها؟ لا، ينفع نغيرها طبعا، لان وارد ان انا بشتري الكرتونه وببيع بكيس او ببيع بعلبه، فانا مش هينفع اشتري في كرتونه واجي اكتب 2000 كيس جبتهم. لا، احنا هنكتب عدد الكراتين فقط لا غير، والسيستم بفضل الشاشة دي هيقدر يشوف كل كرتونة فيها كام كيس وفيها كام علبة، وهيقدر ينسبهم معانا كرصيد عندنا في السيستم. طيب احنا كده خلاص عملنا الوحدة الصغرى، هنيجي في الوحدة الوسطى، احنا ماشيين بمثال البسكوت وهنقول علبة، تمام. طيب معامل التحويل كام؟ العلبة فيها كام كيس بسكوت؟ فلنفترض هنقول فيها 12 كيس، فالسيستم اوتوماتيك قال لنا ان العلبة فيها 12 كيس بالفعل. سعر التكلفة بتاعنا هنا شايفين سعر التكلفة زاد او اختلف ازاي؟ هو حسب سعر تكلفة العلبة 18 جنيه بناء على ايه؟ احنا قلنا له ان فيها 12 كيس، طب الكيس الواحد كنا قايلين سعر تكلفته كام؟ جنيه ونص، ف12 في جنيه ونص اصبح كام؟ 18. وسعر البيع عندنا 2 جنيه، 12 في 2 جنيه اصبح 24. هنقول ان هو دي برضو متاح ده عشان اعرف استخدمها، لو انا شلت كده مش هتظهر معايا ولا في شراء او في بيع. طيب هل الوحده الافتراضيه ينفع كلهم بواحده افتراضيه؟ لا، هي حاجه واحده بس زي ما احنا شايفين كده اللي اقدر اعلم عليها. بعد كده عندي الوحده الكبرى واللي هي بتكون الكرتونه. طيب الكرتونه دي بيكون فيها كام كيس؟ برضه احنا بنتكلم بالاكياس وليس العلب. الشاشه دي احنا بنستخدمها مره واحده بس، مش بنستخدمها كتير، بنستخدمها مره واحده بس لما نيجي نضيف الصنف او حصل اختلاف في معامل التحويل، يعني اصبح الكرتونه بدل ما فيها 12 علبه اصبح فيها 10 علب بس. السيستم برضه نقدر نعدلها من هنا وهنقدر نشتري ونبيع بناء على اللي معانا. طيب عايزين نحسب بقى. نحسب ازاي؟ نقول والله طيب انا دلوقتي الكرتونه بتاعتي فيها 10 علب، العشر علب فيها كام؟ تعالوا كده نحسب، هنقول 10 في 12 ب 120، يبقى فيها 120 كيس. طب 120 كيس سعر تكلفتها كام؟ في جنيه ونص، 180 جنيه. طب تعالوا نشوف السيستم هيعمل معانا زي الآلة الحاسبة ولا لأ. لو قلنا 120 بالفعل قال لنا ان هو فيه 180 جنيه سعر الكرتونة بتاعتنا،
وسعر بيعها ب 240 جنيه، وهنقول ان هو متاح. وبالتالي احنا كده خلصنا اعدادات الوحدات الخاصه بالاصناف زي ما احنا شفنا بكل سهوله وبكل يسر وبدون اي مشاكل، وبفضل الله بسرعه شديده جدا احنا قدرنا نكون صنف عندنا ويكون عندنا فيه واحده صغرى ووسطى وكبرى. طب هل لازم كل الاصناف يكون فيها الوحدات دي؟ لا مش شرط، ممكن يبقى فيها واحده بس او اتنين، بس لازم يبقى فيها واحده، ما ينفعش ما يبقاش فيها واحده لان مش هنعرف نشتري منها او نبيعها. ما ننساش طبعا لازم نعمل حفظ، فبالتالي احنا كده حفظنا كل الاصناف معانا واصبح في عندنا صنف موجود اسمه بسكوت لمبادا. طيب هنخرج من الشاشه دي. في حاجه انا محتاج اوضحها لكم مهمه جدا في الشاشه دي. لو انا جيت ادوس في اي مكان كده شايفين بقول لك هذا الصنف موجود مسبقا. بسكوت لمبادا ده اسم موجود، هو بيفترض ايه السيستم؟ ان انت رايح تسجل حاجة تانية على الصنف ده، على صنف موجود، لان التعديل على الصنف مش هنا، التعديل على الصنف بيكون من مكان تاني وهنشوفه دلوقتي مع بعضين. ليه كده؟ لان ما ينفعش ان انا اسجل الصنف مرتين بنفس الاسم بس كود مختلف، فبالتالي هيحصل معايا مشكلة في البيع ومشكلة في الترصيد ومشكلة في المخزون ومشكلة في المكسب والخسارة، واسعار الصنف هتبقى مش مظبوطة معايا، عشان كده السيستم بيدينا التنبيه ده. طيب فلنفترض ان احنا بعد ما سجلنا الصنف حصل معانا مشكله ومحتاجين نعدل الوحدات. انا سجلت 12 بدل 14، اعمل ايه؟ لازم افتح شاشه التسجيل الاصناف تاني من هنا. طب تعالى نجرب، لو فتحنا من هنا وجينا نعمل ايه؟ الاضافه. طب ما الصنف مش موجود، ده جاب لي الكود اللي بعده المفروض اللي يدخل بعده. طب لو دوسنا هنا هيفتح معانا بس ما فيش صنف، ده كده الحاجه مش مظبوطه. فاحنا بنعمل ايه؟ بنقفل الشاشة دي وبنروح رايحين في المخازن، حاجة عندنا اسمها اعدادات وحدات الاصناف في المخازن. اول ما ندوس عليها كده ظهرت معانا الشاشة اللي احنا كنا فيها. طيب هعمل اضافة. طب انا الصنف مش فاكره ولا الصنف فين، انا عندي ملايين الاصناف والاف الاصناف في السيستم. لو احنا جينا كتبنا كده دورنا على لمبادا، بص اول ما كتبت اول حرفين بيجيب لك الصنف بتاعك على طول، او بيقول لك ان هو كود 37، اسم الصنف بسكوت لمبادا، لون الصنف احمر، ده اذا كنا حضراتكم مهتمين باللون ممكن نكتب بدون لون، باركود الصنف بتاعي كامل مسجل على السيستم اللي احنا سجلناه، نوع الصنف مواد غذائيه، تاريخ الاضافه وقت ما انا ضفته كان امتى، كان 17/1/2022. ادوس دبل كليك كده علشان الصنف يظهر معايا تحت هنا زي ما احنا شايفين اهو 37 وبسكوت، وجاب لي الوحدات بتاعته، واقدر ان انا اعدل في معامل التحويل بتاعي في العلبه او في الكرتونه او في الوحده الصغرى، او اخلي دي وحده افتراضيه او اخلي وحده متاحه او غير متاحه، وبعمل حفظ بيحفظ معايا بدون اي مشاكل. طيب لو في الصنف ده بياناته نفسها محتاجه اعدلها، كلمه بسكوت لمبادا ده ومش عاجبني الاسم، لا ده في بسكوت لمبادا هيبقى بسكوت لمبادا 2، او بسكوت لمبادا ويفر، وبسكوت لمبادا بالشوكولاته، وبسكوت لمبادا متعدد يعني هنا. فهنعمل ايه؟ هنقفل الشاشه ونروح لاداره الاصناف. هنا في الاصناف، اداره الاصناف، هيظهر معانا الاصناف الخاصه بينا. هنروح برضو للصنف، لو احنا عملنا البحث هنا كلمه لمبادا وادي الصنف جه معانا ودوسنا عليه، لو احنا جبنا كده بسكوت لمبادا وجينا قلنا تعديل بيانات الصنف، هتفتح معانا الشاشة واقدر اكتب اسم الصنف اللي انا محتاجه، واقدر اغير من المجموعة الخاصة بيه الخاصة بالصنف ده، مخلي مواد غذائية او غير مواد غذائية، اقدر اغير في الباركود لو انا محتاج اغير الباركود واعمل له ابديت الخاص بيه. واول ما بدوس تعديل بيعدل معايا. طيب لو احنا جينا احنا هنا وبعد ما سجلنا الصنف وبعد ما عدلنا بياناته، المفروض ان احنا بعد كده هنتجه للمشتريات وازاي ان احنا نقدر نشتري صنف، وازاي الصنف يسمع معانا، وايه هي الوحدات بتاعته هتظهر معانا بالصورة ازاي. الكلام ده كله هنشوفه مع بعضنا بإذن الله الفيديو القادم اللي بعد ده مباشرة. شكرا ليكم لحسن استماعكم، ويا رب ما اكونش طولت عليكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم والبرنامج طبعا اسهل. طبعا لو الفيديو حجمه كبير شويه
اذا كان 12 دقيقه او 14 دقيقه، فده مش معناه ان انا في كل الصنف هاخد 14 دقيقه، لا ده انا بس طولنا لان انا بشرح وبوضح وبمشي لحضرتك في الفيديو عشان تقدر تستوعب وتفهم بكل سهوله ازاي نقدر ننشئ صنف. لكن ان شاء الله بعد كده بالتعامل على السيستم هنقدر بسهوله جدا وبسرعه جدا نسجل عدد كبير جدا من الاصناف في نفس المده دي. شكرا ليكم، والى اللقاء مره اخرى في حلقه جديده من مايكروكود.